الفن بأبعاد ثلاثية، يعني بالعمل حتى مجموعة فنون موجودة فيه، لأنه أنا ببلش قطعتي بالرسم، برجع بحفرها بالخشب، برجع بحط مواد صخرية برسمها، برجع بحفرها، بشتغل بالحديد بالفرفرجيل القديم مثل ما كانوا يشتغلوه، بشتغل بنحاس، بدق باب نحاس، بشتغل على العمارة اللبنانية وعلى التراث اللبناني. أصغر قطع عندي بدأ أسبوع شغل أما 10 أيام، وكل ما كبريت أكيد بدأ تاخد شغل أكتر، وخاصة إذا فيها الحجر، لأنه أمرار كتير في عندي قطع بعملها ورقة بس مثل ما بيقولوا باللبناني، بورقها ورقة من برا، هيدي مش كتير بتاخد معي وقت، كل ما بفوت بالحجر وكل ما يكتر الحجر بالقطعة هي بتاخد معي وقت أكتر.